السلام عليكم حلولوتي، شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا جميعا في احوال طيبه. نقترح عليكم اليوم واحد مقبل لذيذ جدا بالباذنجان الاخضر. مؤخرا ولينا نلقاو الوان عديده ديال الباذنجان، ماشي كيف ما كبرنا غير مع الباذنجان البنفسجي. دابا كاين الاسود، كاين الابيض، كاين الاخضر، الاحجام كتختلف. هذا هو الشكل ديالو بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش. قشرته وقطعته مربعات، قشرته يعني قشره كامله، ما خليتش قشره وقشره لا. في طنجره غادي نوضع دريسات ديال الثومه صحاح، ما غاديش نحكم. غادي نضيف الزيت البلديه، ثم غادي نضيف هذا الدجاج الاخضر اللي قطعت مربعات، وغادي نخليه يتشحر لثواني، ما خصوش يتحرق لينا، فقط يتشحر بحال تجي هذيك الشوك باش ما ينزلش الماء ديالو من الاول. كنحركو باش ما يسقلناش في قاع الطنجره، ثم نضيف توابل ملح، ابزار، فلفل اسود، كركم، تحميره مدخنه، والسكينج والكمون. عفوا بالنسبه لي كنعمل الكمون حب، لان الكمون هنايا يعني في حال التراب ما عندوش المذاق، لذا كنعملو هكاك حب كيعطي المذاق والنكهه اقوى. تنشحروا هذه المكونات بالتوابل وكنضيفوا الماء، تنمرقوا عليه غير شي شويه القياس فين غيطيب لينا الدنجال باش ما تحرقناش التوابل. هذا الدنجال البنات كيتسمى الدنجال التايلاندي وتيتعمل بالكاري. بالنسبه لي استغنيت على الكاري، لان هذاك الكاري اللي كيتعمل مع هذا الدنجال كيكون اخضر وكيكون حار نوعا ما، وانا ما كنستحملش الحار. يعني عملت نفس الطريقه الا اني استغنيت على الكاري واستبدلته بالتحميره المدخنه. كنضيفوا الطماطم، يمكن لكم تضيفوا سواء ليشو او جلبانه او الفلفله على حسب الذوق، وكنخليه حتى كينضج. كيجي هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها. الا تواجد بطبيعه الحال دنجال الاخضر في المنازل ديالكم او دنجال تايلاندي. شكرا للمتابعه.